حنا كنتواجدوا برواق خلايا تكفل بالنساء والاحداث ضحايا العنف. هذا الرواق تيتضمن جوج شقين، الشق الاول تعريف مجهودات المديريه العامه للامن الوطني في مناهضه العنف ضد النساء، حيث هناك خلايا تكفل على مستوى ولايات الامن، وكذلك هناك خلايا استقبال على مستوى الدوائر الامنيه. دونك هذه الخلايا احدثت من اجل تشجيع المراه على التبليغ على العنف، والاهميه ديال انها ما تسكتش على حقها وتهضر على العنف بجميع اشكاله. دونك تتلقى في هذه الخلايا نساء شرطيات كيتم استقبالها، الاستماع اليها، تقديم الدعم والمواكبه ديالها. الشق الثاني ديال هنايا الاطفال والاحداث ضحايا العنف، فهنايا كنعرفوا كذلك بالاليات اللي حطتها المديريه العامه للامن الوطني من اجل مناهضه العنف ضد الاطفال، سواء كانوا احداث في وضعيه مخالفه للقانون او في احداث في وضعيه صعبه او اطفال تعرضوا لاعتداءات جنسيه. فكنحثوا هاد الاطفال انهم يتشجعوا ويقولوا لوالديهم وكاع المحيط ديالهم ما يسكتوش على هذا العنف، وكنعطيهم واحد المطبوعات فيها واحد الشروحات مبسطه على كيفيه التصدي لاي نوع من انواع العنف الممارس عليهم. المديريه العامه للامن الوطني شجعت بزاف ولوج الشرطيات النساء في جميع المجالات، وكنخص بالذكر المجال ديال التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف. كما سلف الذكر ان هناك خلايا التكفل على مستوى ولايات الامن وخلايا الاستقبال على مستوى الدائره الامنيه، كنلقاو ان هناك نساء شرطيات كيكونوا في الاستقبال ديال الضحايا بحكم طبيعه العنف الممارس عليهم، فان المراه المعنفه كتوجد راسها في أريحية ملي كتكون قدام شرطية. رواق الجرائم السيبرانية هو رواق يهدف إلى تحسيس وتوعية الزوار بأشكال وأنواع الجرائم السيبرانية بالأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا بالقوانين التي تجرم هذه الأفعال الإجرامية. وكما تشاهدون فزوار رواقنا هم أطفال وأيضا كبار، اللي خصصنا لهم مجموعة من الورشات ومجموعة من المطويات باللغتين العربية والفرنسية على كيفاش يقوموا بحماية حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش يحميوا الأجهزة اللي كيشتغلوا بها من هواتف وأيضا حواسيب، وأيضا كيفاش يحميوا شبكة الواي فاي. يعني كنوفروا لهم مجموعة من الورشات ومجموعة من الشروحات، إضافة إلى اختبار واحد مخصص للأطفال وآخر مخصص للكبار من أجل اختبار قدراتهم في مجال الحماية الرقمية. حنا اليوم هنايا في هذا الرواق كنوريو للمواطنين الطريقة اللي كنبداو بها قبل ما كنطلعوا للطيارة. كندوزوا من واحد المراحل الامنيه اللي ضروري يدوز منها المواطن عاد يمكن له يطلع للطياره. اول حاجه كنبداو بها تنطلبوا من المواطن انه يحط الامتعه ديالو ويتجرد من الحاجات اللي تيكون هازها معاه اللي تتكون تتوفر على المعدن، بحال مثلا الهواتف النقاله، المفاتيح، التليفون ديال البورتابل ديالو. تنطلبوا منه يحطها في الصمته، تدوز في واحد لوسكانير اللي يدخل تيقرا لنا المحتوى ديال داك الامتعه. الا كانت فيها شي حاجه ممنوعه كنضطروا نصدروها ونحيدوها. كانت الامتعه مزيانه تنطلبوا منه يدوز للمرحله الثانيه اللي هي مراقبه الجوازات، اللي حتى هما بدورهم تيكون عندهم واحد الانظمه اللي تتبين الصحه ديال داك الوثائق ديالهم، واش الباسبورات مزيانين ولا ما مزيانينش. عندهم واحد الاجهزه متطوره اللي كتقرا البصمه الوجه، كتقرا البصمه اليد، ومن داك من بعد داك الشيء تيدوز المسافر لصال دومباركمون باش تيتسنى الطائره ديالو. جهزتنا المديريه العامه للامن الوطني بواحد الاجهزه وواحد الانظمه اللي متطوره جدا، كتسمح لنا اننا نشوفوا واش داك لو باجاج سوسبي ولا داك لو باساجي سوسبي واش كيتوفر على مواد ممنوعه بحال المخدرات ولا المتفجرات. وعندنا واحد لو سكانير اللي ولينا تنقدوا نشوفوا حتى الدخلاني ديال الانسان، الامعاء ديالو، بالنسبه للناس اللي تيكونوا ودين معاهم الممنوعات محموله جسديا. الشرطيه في البوليس حتى هي عندها دور ديالها، ما يمكنش نشوفوا واحد القطاع دابا في الشرطه ما كايناش فيه بوليسيه، ضروري الوجود ديالها يكون لا بالنسبه للناس ديال المطار ولا حتى القطاعات الاخرين. شفناها وصلت لواحد المرتبه كبيره. البنيتات اللي باغيين يدخلوا للبوليس مرحبا بكم، الصغيورين يقراوا مزيان والكبارين يطوروا ويوصلوا لشي مراتب اللي عليا حتى هي في الدوله، حيت البلاد ديالنا محتاجه لبحال هاد المجهودات ديالنا وبحال هاد الكفاءات اللي عندنا هنا.